قاعدين في الفرندا عندنا مباراة أورغواي مع ألمانيا طبعا على المركز الرابع والثالث. خلونا نشوف من بيفوز اليوم، من بيحصل الثالث من بيحصل الرابع، نشوفكم إن شاء الله. شفنا ضربة من الفريق الألماني وطبعا كان تسلل وجابوا الجول، يلا بسيطة احنا مشيهم يعني تسلل. انا لو اني ألماني بشكيش على الحكم، بس الجول مش تسلل اول اشي لانه مولر ما كان خارج منطقة التسلل، واول ما ركض بعد ما شفاينشتايجر شاط الطابة ما كانت تسلل حقيقة. بعدين شوف انت بعدين فريق ألمانيا وكله مغتربين، يعني عندهم اوزيل تركي وعندهم بوتان وعندهم بولنديه، فالمان نفسهم بطلوا يلعبوا الايام. اي بس المخ الالماني اللي بالملعب شفاينشتايجر الماني ما بعرف شو من الالماني، يعني الفريق بيعتمد على الاخطبوط والشغلات هاي، يعني احنا بننصحهم انه للمونديال الجاي يعني ان شاء الله يربونهم ضفدع او شيء يساعدهم، يعني ان شاء الله نتمنى لكم الخير. يعني هم الاخطبوط اصلا اكلوا كاليماري بعد كاليماري بالضبط اشوا او عملوا في شيء، يعني هلا بطل ينفعكم بعد خصم اسبانيا غيروها. تنتسب بس هذا الجول ما راح ينتسب، يعني هو الحلو دخل بمين؟ دخل بالمانيا، فازت المانيا وخلاص اسكتوا بلعبوا احسن كانوا احسن سيطروا اكثر. المهم احلى جول بالمباراه، مين احلى جول؟ خلينا نحكي باحلى جول، مين احلى جول؟ احلى جول يعني معقول احلى من جول اوروغواي؟ بس في لما بعيدوا اللقطات ما بعيدوا الثالث ورابع، بعيدوا لقطه الجول هذه بس. يعني العارضه هاي العارضه حكي ما بينفع، حكي ثاني يجيب ما اجت ما عارضه طلعت برا، شو اسوي لك؟ صار اجريسيف بالاخير، وقعوا يعني مشروع رياضية، مشروع رياضية، مشروع رياضية قوية. وتشوف كيف مغلوبين، وشوف المغلوبين كيف دائما بس بدهم يلاقوا خلاص، بس انقلبوا وخسرتوا ولعبتوا احسن وخسرتوا، شو بدك اكثر من هيك؟ كانوا معهم ادائهم اظن يعني احسن اي دقة ثانيين، يعني شفت ان المانيا 4-1 4-0 باقي جيمات، وهنا بصعوبة جدا لطلعوا عليهم. اهم لعيبه بمنتخب المانيا ما كانوا يلعبوا، يعني بترجعكم تنزلوه في الابلام ما بيلعب، لا مصابين. طب واحنا اللي سبناهم يا زلمه، بعرف اسلوب الماني هيك بيلعبوا الالمان، دفشين هيك بيلعبوا الالمان، دفشين دفشين. اوكي ايش بلعب مع حبيبته وخطيبته؟ مش راكبي يعني مش راكبي ثالث محل الحكم. طيب الجيم ثالث الحكم بفهمش كمان، انت بتفهم مش هلا بحكي الموضوع اسلوب. انت هلا عم تحكي بنفس الاسلوب اللي لعبت فيه الشوط الثاني، استقبل الامر روح ما بديش احكي مع حدا.